القاموس اللبناني دائما الكلمات بتكتر وبيدرج البعض منا على فترة طويلة، أحيانا بيدرج نائب النفس وأحيانا بيدرج الفراغ وهلأ دارج الرئيس القوي. من وحي الرئيس القوي اليوم نقيت ستاتس لأحمد عيتاني كتير مهضوم. ستاتس بيقول بدنا رئيس كوي بالكاف لأنه البلد مجعلك. إذا ستاتس لأحمد عيتاني رح نعمل له بوست. هيدا بوست اليوم ضيفنا اختار جملة على البول كتير حلوة وكتير حقيقية ويمكن كلنا موافق عليها. بيقول أنا مع حرية الإعلام شبه المطلقة. إذا أنتم موافقين على هذا الرأي بتحطوا لايك، إذا أنتم مش موافقين وبتحطوا ديسلايك بفوتوا على البيج لتشوفوا البول قدامكم بين الخيارين. مثل ما قلنا إذا ليلي لايك، خلدون الشريف لايك. مرحبا خلدون. مساء الخير. كيف لقيت لي الكلمات الدارجة؟ ما شاء الله عليكي. لا كلمات الدارجة على الفراغ. تبع الكوي والفراغ. تبع الكوي والفراغ. كلنا بدنا كوي. عم شوف البانويات اللي ممضية من الروايات اللبنانية انه القوي بينزل على الجلسة. هو القوي اللي بينزل على الجلسة ولا اللي بيطلعوا كلهم لعنده؟ القوي اللي بيحفظ البلد. ايه. نزلة بالناقص، نزلة بالزايد، طلعة بالناقص، طلعة بالزايد، مبدأ بالناقص، مبدأ بالزايد. هيدا كله ما بيقدم ما بيأخر. بس على الطريقة اللبنانية هي في شك بتصير؟ شو القوي بينزل على الجلسه؟ لا بيطلعوا كلهم لعنده لينزل بعدين على الجلسه. كمان مرحلتين يعني. كمان لا بدهم يروحوا كلهم لبرا يتفقوا ويجوا ينزلوا كلهم على الجلسه. عند القوي الاقوى من الكل يعني. عند الاقوى هن منهم واحد. ايه. هن اكثر من واحد اقوى من الكل. ميالنا. على طول عندنا امضاء خارجي. ولو كيف وقفت معركه طرابلس؟ مزبوط هذا السؤال الكبير. شو تعريف الفراغ؟ لانه احيانا بيكونوا كلهم بمطارحهم وبكون في فراغ اكبر. فراغ هلا عم يحكوا بالشغور. ايه. بطلنا نستعمل كلمه فراغ. ايه. صرنا عم نقول شغور. ايه. لانه الفراغ يعني ببطل في حدا بالحكم، اما ايه. الشغور ففي شغور بمنصب رئيس الجمهوريه بيعبي هذا الشغور الحكومه المجتمعه. يعني في 24 وزير بدهم يحلوا محل رئيس جمهوريه. ايه بس هو احيانا ما في شغور وفراغ، هن كلهم بمطارحهم. ليش هو ما كان في كل الوقت وقف البلد الوقت صار له وقف الوقت البلد من 2005 بصراحه. يعني التعريف بعده ضايع. ما في شيء جديد يعني عمليا. اخر رئيس قوي ببالك مين كان؟ فؤاد شهاب. ومن وقتها ما عاد في حدا قوي؟ انا بالنسبه لي يعني طبعا ماني معاصره لفؤاد شهاب. ايه. بس اللي الان براسي اللي باقي براس كل اللبنانيين اللي كان بدهم اصلاح واللي حسوا انه في دوله عم تنبنى هو فؤاد شهاب. إذا بدنا نحكي بين سليمان وجعجع وعون. مين سليمان؟ الرئيس سليمان. اي كيف فكرت سليمان فرنجية. طب فيك تحطه على كل حال بالاحتمالات. نعم. كيف تتدرج القوة بتعريفك؟ يعني من الأقوى للأقل قوة. عون الأقوى. عون الأقوى، ثاني شيء. جعجع تحته بس أبعد. ايه. والرئيس سليمان تحت بالقوة. وسليمان فرنجية. سليمان فرنجية فوق الرئيس سليمان بالقوة. يعني عون، جعجع، فرنجية. وأمين الجميل إذا بدي. الرئيس الحالي هو الأقل قوة برأيك؟ بالمعنى اللي هن اللي هو هلا سائد. بالمعنى السائد اللي هو؟ بالمعنى اللي هو السائد يعني هو بمعنى الأكثر تمثيلا. من الأكثر تمثيلا. أوكي، إذا بدنا نحكي بغض النظر عن الطوائف، بعده بري الأقوى؟ بشو؟ بأنه يمكن محافظ على كل واحد قوي بمحله. كل واحد قوي بمحله. بلبنان كل واحد قوي بمحله. بعثبات عثباته بمكانه. بطرابلس بيقولوا يا شحارك إذا بتمد إيدك على الخرج. طيب هيك ما بعرف يا شحارك اذا بتمد ايدك على الخرج، يعني كل واحد قوي بمحله، اذا مدت ايدك على رزقه بكسر لك ايدك. بس عم بحكي على الاستمراريه وعلى يمكن الثبات بالمكان نفسه او يعني ما بالقوه، عم تحكي على بالاستمرار بالدور. ايه. دور الرئيس بري هو الاطول. شاء من شاء وابى من. لا ما شاء من شاء، شاءوا. شاءوا. ايه. شغله الطائفه صارت يعني قبلوا. محمسين مش بس قبلوا بتحس احيانا. طيب خلينا نشوف الروبرتاج الخاص فيك قبل ما نتابع. عندك اكيد فيسبوك حتزيده على البروفايل. خلينا نشوف. خلدون. خلدون الصغير كان مثل خلدون الكبير، بيحكي كتير. من امه اخذ الكرم ومن بيو اخذ العصبيه يلي بس السياسي عرفت تروضها، واخذ من بيو كمان احساس انه هو بهالدني بس يلي خلف. بالمدرسه كان شاطر بالمات وكسلان بالفرنساوي، فابل تري فابل ان فرونسي. برايه البازيلا مش طيبه، اللوبيا هي يلي طيبه، والقاهره احلى مطرح، واكيد مش عمان. اكثر شيء بهمه بشكل المراه شفافه، وأول حب فشل لأنه هي يلي تركته.
بمرته بحب تحملها وبيكره بيكره والله ما بيكره شيء. خلدون الصيدلي غاطس لشوشته بالسياسة، والصيدلي بيوصف لـ8 آذار شي ينزل التشاوف، لـ14 آذار شي يكبر النضج. بس مين هالظل يلي واقف خلدون بخياله؟ نجيب؟ ايه انه شكله نجيب. او لكون نجيب اخد خلدون على السياسة او بس على حافة السياسة؟ شو؟ فيك تخلي معك على السياسة ولا على حافة السياسة؟ أنا اللي بقرر. مش هو بقرر؟ وين ياخدني؟ إيه؟ لا هو بقرر وين يفتح لك مجال يمكن؟ لا هو بقرر طبعاً إيه؟ كيف بتفاعل أنا وياه وإلى أي مدى بخليني أتدخل بما يقوم به. بس بركي أنا ما بدي أشتغل سياسة. بس بركي أنت عندك مشروع بركي هو بركي هو قال لي بدي إياك تترشح معي وأنا ما بدي مثلاً. فيكم ما بدك؟ أكيد فيكم. عندك مشروع سياسي أبعد من موضوع أنه تكون مستشار نجيب مؤقت مياتي؟ شوفي أنا ما عاد كتير طموحي السياسي عالي. هبط؟ يأست؟ يأست؟ ما يأست. بس هيدي بتطلع وبتنزل مثل كل شيء بهالحياة. هلأ بطور النزول. لو هو مستشارك عشو ما بترد عليه؟ باللغة. أي لغة؟ باللغة. أي. يعني بس بموضوع اللغة. أي. بس بالباقي برد عليه. بكل شيء بترد عليه؟ أي. لأنه باللغة بيغلط. مش وقت رحمته كتير طلع بيرفكت مان يعني. لا ما برد عليه باللغة. اوكي يعني كل استشاراته فيك تستعين فيه. بليغ بكل شيء الا باللغة. ما حدا بليغ بكل شيء بهالحياة. بس عم بقول الشغلة الوحيدة اللي اكيد ما بستشيره فيها هي اللغة. اوكي طيب خلينا نروح على الاكسبت، هنرجعك نحل الاسئلة التفصيلية. بالاكسبت انا خلدون الشريف بقول انه باخذ هذا ما يعجبني في الطائفة الشيعية، توريث البنات، الولاء للقادة، أو زواج المتعة. بدك إني أنا جاوبك؟ إيه؟ أنا ما بفكر هيك كله، ما برد عليك سؤال. لا هذا سؤال، لا لحظة سؤال ما طائفي. نحن عم نحكي بإطار يمكن خصوصية كل طائفة، أحيان في إشياء بتعجبنا من باب إنه نلاقيها منطقية ما ضروري نتبناها. أنا بلاقي كل الناس بتلاقيها منطقية، بلاقي كل الناس بتنقي اللي بيعجبها من كل المحلات وبتحطه. إيه مش غلط. مش شو بيعجبك أكثر شيء؟ يعني من باب المعجب بهالشيء عندهم، يعني مش ضروري تاخذه. بركي توريث البنات. توريث البنات بتلاقيه منطقي ما هيك انساني بهالزمن؟ ايه. بتعمل شيء على كرمال تورث بناتك؟ لا يعني بترجع بتغلط الغلطه زيتها بتبرم برمه. ما الحمد لله عندي بنت وصبي ماني فايت بهالقصه. هلا غلطوا اللي عملوا هيك؟ بيعملوا شو؟ اللي عملوا شيء على ورثوا بناتهم؟ لا بس يمكن هن عملوا اللي لقوا له مصلحه فيه، بس انا ما لي مصلحه. بالبلوك اخترنا انه هيدي الشخصيه انا ما بحب شوفها برئاسه الوزراء او ما بلاقيها يمكن بتعطي قد ما انا بطمح. ليلى الصلح، تمام سلام، فؤاد السنيورة، عمر كرابيلي. مين بتعمل بلوك انه ما مش على طموحاتي بهالمكان؟ شوفي اذا عملت بلوك للست ليلى الصلح بيقولوا ايه؟ ها مستهدف الست. ايه؟ فخليني اعمل بلوك للرئيس السنيورة. اوكي طيب بلوك للرئيس السنيورة. اذا لمين نعمل بيج لايك على سكرين على الكاميرا هون خلدون هلا؟ ايه بيج لايك بعمل بيج لايك لشدى عمر اللي هلا هي مفروض عم تقدم برنامج سياسي على تلفزيون لبنان. دبل لايك شدى حبيبه قلبي كمان، قلت لي صباح فخري. اوه احنا عم نعمل بريك الغنيه دائما هلا. طيب يلا ايه 3 2 1. كنا ست على النبع، اجى المحبوب صرنا 7. طلب بوسي ما عطيته، قلت له حرام يوم الجمعة يا دادا، قلت له حرام يوم الجمعة. عشامة بريك ونعود. لايك خلدون الشريف لايك. بعد صباح فخري واجوبتك وشدى عمر الحلقه حلوه كثير حتكون. خلونا هلا فتنا على الديسكونكتد شاتنج، الاسئله الغير مترابطه. اوكي البيس هون شوي سريع. يلا حبلش باول سؤال، شو فقد مئاتي باستقالته؟ برايي ما كان لازم يستقيل. برايي ما كان يعني ما فقد شيء. لا شو فقد سعد بغيابه سعد الحريري؟ الرئيس الحريري فقد كثير بحضوره وبغيابه. شو فقد؟ اعطيني شيء واحد. فقد كثير. اوكي ما بدك تقول يعني. لا شو فقد تمام سلام بتاخره بالتشكيله؟ ماشي شو فقدت ليلى الصلح بكثافه مقصاتها؟
شو ربحت بكثافة مقصاتة؟ شو فقدت؟ لا ربحت ولا فقدت. اوكي. يعني المقص لقدم ولا أخر؟ ما عمل مكسب ولا بمحل برأيك؟ برأيي لا. اوكي. نيكولا جبور سألك سؤال على البيج بيقول بحس انه انت اشهر مستشار سياسي بلبنان، انه ما بيعرف مثلا مستشار السياسي للرئيس تمام سليم. هيدا بدل على انه يعني السؤال الثاني من عندي تمام نظلمه لنيكولا، هيدا بدل على انه يعني نجيب ميقاتي بيختار مستشارينه بطريقه انه يستاهلوا يبينوا، ولا انه بحب انه حدا يحكي عنه؟ لا اكيد هو بيختار منيح. واكيد انه في مستشارين اهم مني بكثير بالبلد، بس ما بنعرفهم. يمكن ما بيطلوا، يمكن بيعملوا استشارات من وراء الكواليس، يمكن انا بطلع على الشاشة. انه ما بينزعج من اطلالتك انه انت تكون معروف لهالدرجه؟ بالعكس بينبسط. اوكي. نادين جيم امبارح اختارت مصباح الاحدب كعشيق بفيلم، والزوج اللي عم بتخونه هو فؤاد السنيورة. بينخان فؤاد السنيورة لاجل مصباح؟ لا اكيد لا. طب قل لي شيء، قل لي جمله وراها. سالتيني ما انت عم تخليهم ببطنك، ما عم بعرف ليه. سالتيني قلت لي بينخان فؤاد السنيورة كرمال مصباح الاحدب؟ اكيد لا. ايه بينخان كرمال مين؟ طيب ما بينخان، ليش بدها تخونه اذا مرته؟ لا هلا نحن عم نحكي فيرتشولي بالفيلم، يعني شيء وهمي. يعني شو فيرتشولي؟ وهمي. لا ما بينخان. طب على غير صعيد النساء والخيانه الزوجيه بينخان؟ مين رئيس سنيورا؟ ايه؟ هو بيخون كرمال مصباح الاحدب؟ بغير يعني حدا رايه عن شيء كرمال مصباح الاحدب؟ كمان لا. أوه. كمان لا، لانه القدرات وامكانيات رئيس سنيورا ما متوفرين عند كثير عالم بالبلد بما فيهم مصباح اصلا؟ اكيد. طيب خلينا نروح على سلام زعتري. سلام زعتري بسلم عليه كثير على فكره. سلام زعتري بحلقه الماضيه من شي ان ان، البرنامج اللي كثير بحبه. نعم. سمى جعجع مانديلا جعجع. نعم. بمعنى انه لأنه هو عمل الزنزانه و لا الموعظه تبع حتى انه بستعد انا انسحب، ولا يمكن هالكلام يكون صادق وحقيقي. لا بس مانديلا قصده انه عمل زنزانته بمعرب، وكمان او بلس قال يعني عم بيحكي حكي نوعا ما ايجابي ومسالم. ووراها دغري بمشهدين مرا استريدا جعجع عم بتقول حصر بعينهم. نعم. يعني في تناقض كان شوي بين مانديلا وحصر بعينهم. اسمرته لمانديلا كمان كانت من جماعه الحصر. هيدا تنسيق بين اثنين ولا تضارب برأيك؟ لا هيدا تنسيق، هيدا منو تنسيق، هيدا اللي بتقوله بيسبق اللي يعني عقلك بيسبق اللي بتكون شاغلة عليه. يعني بمعنى انه عنا ولا عنه عم تحكي؟ هو وياها سوا. انا برأيي انه هن متوافقين متلازمين ويحملان نفس العقل. ايه بس مش عم يحكي بهدوء اكتر هو؟ ايه بس هيدا ما له علاقة الهدوء، هدوء يحمل كثير من التوتر. بتعريف الرئيس القوي لو اثنين بدهم يترشحوا مين اقوى؟ انا بالنسبه لي ايه؟ القوي هو اللي يحفظ لي بلدي وبيحميها. عم بحكي بين هول الشخصيتين، بين ستريدا وجعجع. ايه؟ مين القوي بيناتهم؟ ايه؟ طبعا سمير اقوى. اوكي. هل تتزوج من امراه غير عذراء اذا ما كانت مطلقه وارمله؟ ايه. تقبل الجنس قبل الزواج؟ بقطعه. بتقطعه اذا شو اذا حبيتها يعني؟ طبعا. بس تشجع على اولادك على هذه الخبره؟ لا. ما في تناقض شوي؟ بلا، بس ما هو كل شيء بهالحياه في نظري وفي عملي. ايه. يعني انت بتكون عندك نظريه بدك تطبقها بحياتك، بتجي بالعملي بتلاقي نظريتك ما تطبقت، بتصير بكل شيء، بالاكل بالشرب، بتقول انا ما اليوم ما بدي دخن، بطلت الدخان، بدي اعمل ريجيم، اذا ما التنين الخميس. ايه. بدي بطل الدخان، اذا ما التنين الخميس ما بتبطله. بتقطع قصة انه عندها تجارب جنسية قبل؟ ايه. ما بيزعجك هذا الشيء؟ امتى؟ من اليوم ولا من 20 سنة ولا من 30 سنة؟ عم بحكي هلا انا. شو هلا ما بعرف شيء يزعجني، تمسحت. طب ايه بس ليش قايلها زعل؟ بالافلام انا خلدون الشريف بتفرج على فيلم بحس انه المرأة التي تنتظر على الشباك حبيبة تغريني اكثر من المرأة التي تقتحم حبيبة. مين بيغريك اكثر؟ اللي بتوقف على الشباك، بس على شرط. شو؟ تكون واقفه على الشباك وعم تعبر بتكاوينها عن شغفها. يعني بتحب الاغراء الهادئ. بحب الباشن مش المبين. بحب الباشن المبين، الباشن مش الصارخ. بس المستتر. اكيد. يعني ما بتحب المراه اللي بتطحش مثل ما بيقولوا بالشعبي؟ لا. ما بتحب المراه اللي هي بتبادر باعتراف بالغرام؟ بلا. هيدا الشيء وهي الشيء. هذا الشيء وهذا الشيء. طيب إذا بدي روح على
مارسيل غانم قال بحلقه هون انه هو انه كل السياسيين بحاجه لفياجرا وانت صيدلي. نعم. هذا الشيء بضيف على شهواتهم شهوه جديده ولا شو بيعمل؟ هلا ما فهمت، هني بحاجه لفياجرا مشان شو؟ مشان السياسه ولا عم يحكي عن عجزهم؟ وحتى حدا ضيوفي عم يحكي عن عجزهم ايه منه شيء جديد. شو؟ الفرق انه العالم السياسي اليوم صار مكشوف. قبل كان مستتر كمان، كان مستر. يعني قبل انا بعرف قاري بالتاريخ انه كل انتخابات رئيس الجمهوريه كان يرافقها شنط مصاري تجي للنواب من قبل الطائف عم نحكي. مزمن يعني هذا شيء من زمان تاريخي ومعروفين الاشخاص تاريخي ويستمر. وحتى اللي هن بيجيبوا الشنط بالزمانات هن عبروا، في قسم منهم توفاه الله وقسم منهم يمكن بعده عايش، عبروا كيف هن كانوا يديروا معارك انتخابات رئيس الجمهوريه بلبنان. كلنا بنتذكر كيف انتخابات رئيس الجمهوريه بلبنان تعطلت لما نحطوا نواب بطبونات السيارات. بس هذه الصوره الرمزيه وهالكلمه بالتحديد بتعالي الشيء؟ لا بس انا عم وصف. يعني بوقتها يمكن ما كان في يقول مارسيل انه كان لازم لهم فياجرا لو ما كان في فياجرا بوقتها. بس من وقتها كان موضوع القرار وموضوع الحسم والحزم، وبالاخر الاخر اللي بيحزم بياكل قتله او بيموت. باخر سؤال قبل ما انتقل على الانبوكس، انت مذكر انه هو الاسئله متقطعه عشان ما حدا يفكر انه نط من شيء لشيء. شو بدك من المراه بعد بال50؟ هلا؟ ايه صار بدي كل شيء. هلا بدك كل شيء بعد؟ طبعا. ايه لانه هلا هن بيقولوا انه كنت جالي يقولوا ثلاث قبل 40، هلا عم يقولوا بال50، هلا بس صير بال60 بدي اقول هيدي جالي 60. امراه واحده لا تكفي مقوله صحيحه؟ ماني متاكد. منك متاكد لا انه اذا صحيحه ولا انه مش صحيحه؟ هذا بالنص الجواب على الطريقه السياسيه حسب. شكلك في اثنين ما بدك تزعلهم اذا هيك. اكيد مرتي ما بدي زعلها. طب والثانية؟ ما في ثانية، مرتي ما بدي زعلها. خلينا نروح على الانبوكس خلدون، انت عم تبعت مسج لحدا بتقول له من كل عقلك لمين؟ لللبنانيين. انه؟ من كل عقلكم هيك نحن عم نعمل اصلاح بالبلد. من كل قلبي لمين؟ كمان لللبنانيين. ايه حصتهم كبيرة اليوم اللبنانيين. شو بدي غيرهم انا؟ شو بتقول لهم؟ بتمنى لهم الامن والامان. وبخص قلت لي ما عندك مشروع سياسي؟ كل هالتوجهات والخطابات والمنابر شو؟ لا هي مانا منابر. مش غلط يكون عندك حلم وطموح سياسي اصلا عن يعني. عن جد بتمنى الامن والامان بطرابلس وبلبنان وبكل المحلات. ما في شك هذا شيء محسوم. من كل قلبي. من كل قلبي. وما بتمنى الاذى لحدا. كلنا هيك. البوسه لمين؟ الي. الي؟ ولرفيقتنا ورفيقتك نجاة. نجاة شرفت. لي نجاة ما بدي تقصم البوسه مع حدا. مقصومة. بطل بدي. مقصومة بالنص. باخذها نجاة خلص. مقصومة بالنص. هاك الحظ. 50-50. شو طالب على كرياسيون؟ بريوش وشوكولا. طميع اليوم، طالب أكثر من شغلة. رح يوصل. بدي الشوكولا هيدا الرخيص تبع 3 فرنجات. رح يوصل وهذا أطيب واحد، هاك الحظ بضل أطيب واحد، رح يوصلوا. بريك ونعود. لايك خلدون الشريف لايك. تابع لايك خلدون الشريف لايك وبضيف كمان مستغني عن الشوكولا مع اشارتنا، اذا ما في شوكولا ما في حدا ما بتتاكل البريوشة. خليني فوت على الكومنتس اللي وصلوا، اخذنا جزء منهم من البيج عندك وجزء من البيج عنا. بيقول فتحي سيداوي باللايك دائما بتحفنا بطروحاتك وافكارك المنطقيه والوطنيه الصادقه. هيدي محبته. هيدي محبته. ماهر دنا بيسال سؤال بيقول هل يفرح الوسطي؟ هل يحزن؟ هل يستطعم بطعم النجاح او الخساره او كمان وسطي؟ الوسطي بيستطعم بالنجاح اكثر بكثير من ما الناس بتتصور، وبيستطعم بخساره اكثر بكثير من ما الناس بتتصور، بس هيدا الوسطيه هي للاداء العام مش للاداء الخاص. يعني وضحها. يعني الوسطيه هي للتعاطي مع الناس مش للتعاطي مع الذات. ما حدا مع حاله وسطي، يا بيحب يا ما بيحب، يا بيوجع يا ما بيوجع. أوكي. بس مع العالم لازم يكون على مسافه واضحه. اتجاه الغير مش اتجاه ذاته. تمام. على كل حال تهمتك نجاة على التليفون كمان بالوسطيه بالبوسه، مع اني انا قدمت لها اياها، انا ما بحب الوسطيه بالبوسه. هلا انا صمت بين اثنين بحبهم كثير وهن بحبوا بعضهم كثير، اذا عملت غير هيك انتم بتزعلوا. ما بتزبط. ايه خلينا ناخذ الاتصال هلا من سهير زوجتك. نعم. وخذ انت الاتصال، خلينا نعرف شو عجبها وشو اللي ما عجبها من الاجابه اللي قلتها ليلي. طيب يلا. مساء الخير سهير. اهلا. شو اللي عجبك شو اللي ما عجبك على السريع وقص. مرحبا سهير، بلش باللايك، بلش باللايك. اهلا حبيبتي كيفك؟ الحمد لله. بيج بيج لايك طبعا انه بيرفكت وومن. شكرا شكرا كثير. بيرفكت لاف كمان.
ايوه والديسلايك انه طب ليه حرام البازيلا، والله بحب البازيلا انا، هو ما بحب البازيلا ابدا يعني شغله. عرفت شو نقيت لك ايه؟ انه كل البقيه منيحه جابوها. برافو عليك اللي نقيت البازيلا، هي هلا بنرجع بننام بالبيت بهدوء. طبعا طبعا. ما عندك ولا ديسلايك على الاشياء الثانيه؟ ولا عندي ديسلايك، انا عن جد تراست كامل صراحه. ميلك ميلك، عارف تختار. ميرسي كثير يا سهير. خلينا نروح على الانستغرام. شو منقى؟ شو منقى؟ عم بيعلقوا الشباب انه كمان سهير وسطيه. شو قصة الوسطيه؟ احلى شيء. شو نقيت للصوره الانستغرام؟ نقيت صوره ابي بالقهوه. صوره ابي؟ بتقول ابي انت؟ ايه ما بقول بابا وبي. ايه ليش المشكله يعني؟ نحن طرابلسيه. بتطلع كثير بابا. نحن طرابلسيه. اوكي. بقول ابي. حلو كثير على كل حال، حقيقيه. عم يقرا الجريده ويأرجل ارجيله وتنبك عجمي اذا بتريدي. حلو، شو بتقله على ظهر الصورة؟ ترد علي. الله يخلي لك اياه. بكرة ضيفنا طوني عيسى. نعم. I like about طوني عيسى، I dislike about طوني عيسى على الكاميرا. الكاميرا وين؟ الكاميرا هون. هون. أنا I like about طوني عيسى أدواره اللي عم يلعبها المتنوعة والمتعددة والناجحة. I don't like about طوني. ما في شيء. لأنه ما في شيء شخصي لحتى أقدر أقول لك شو لايك شو ما لايك. بأدائه كل راضي عن كل شيء. الممثل لازم يكون عنده كل انواع الاداء وهو يتمتع بهم. بكره اذا عندنا طوني عيسى، بدي بس اعرف الستاتس اللي اخترته لليوم قبل ما اللي انا اخترته. ايه. هو قول الرسول محمد عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله يحب من اذا عمل منكم عملا ان يتقن، وهذا لك لانه انت بتتقني عملك كمان. حلو، بشكرك على هالسؤال. بس بس لنا بوست. هاي بوست، هاي بوست. إذا بكرة مشاهدينا لايك طوني عيسى لايك. بكرة لاقونا 10:30. باي.